قاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة التدريب الأخير للفريق الملكي استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كيلومتر والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمشاركة 126 فارسا وفارسة يمثلون 36 دولة حول العالم. كما تابع سموه الفحص البيطري بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن البطولة أو بطولة العالم محطة كبرى في مشوار الفريق الملكي للقدرة الذي يحظى باهتمام ودعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مما ساهم في جعل رياضة القدرة تسير في الطريق الصحيح وتحقق العديد من النتائج الإيجابية على المستوى العالمي والأوروبي في الفترة الماضية. وأشار سموه أن الفريق الملكي للقدرة كتب قصص نجاح لن تنسى طوال الفترة الماضية من خلال الإنجازات المتعددة التي تحققت وأثبتت ما كانت رياضة القدرة البحرينية في المحافل الخارجية. وأبدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ثقته بقدرات فرسان الفريق الملكي في تقديم أفضل المستويات وتحقيق الأهداف التي وضعها الفريق، متمنيا سموه للفرسان والفريق كل التوفيق والنجاح. وأكد سموه أن الجميع يثق تماما بقدرات الإمارات في تنظيم مثالي للحدث العالمي في ظل الكفاءات التي تمتلكها الإمارات ودورها الرائد في تطوير رياضة القدرة على مختلف الأصعدة، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للجنة المنظمة والاتحاد الإماراتي للفروسية والسباق. هذا وشارك وفد الفريق الملكي للقدرة في حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم في قصر الإمارات بمشاركة كبيرة من الفرسان المشاركين من أنحاء العالم وبحضور عدد من الشخصيات.